من يقف من المأمومين ويصف في الصف ولما بعد تقام الصلاة، هل هذا مشروع؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيما يتصل بوقوف المأموم للصلاة، إنما يشرع إذا أقيمت الصلاة واختلف العلماء رحمهم الله في الوقت الذي يقوم فيه إذا أقيمت الصلاة، فمنهم من قال إذا شرع في الإقامة يقوم، ومنهم من قال إذا قال حي على الصلاة، ومنهم من قال إذا فرغ من الإقامة، ومنهم من قال إذا قال إذا أقيمت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ومنهم من قال يخير في ذلك وليس ثمة وقت. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قيام المأموم لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الإمام غائبا عن المسجد، ومن عادته أن لا يأتي إلا للإقامة، فهذا لا يقوم قبل أن يرى حتى لو أقيمت الصلاة، لا يقوم حتى يرى الإمام ولو أقيمت الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم حتى تروني. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه حيث قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وهذا يدل على أنه لا يقوم المأموم إلا إذا أقيمت الصلاة ورأى الإمام، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم، مع أنه لا قيام قبل ذلك. فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا يقوم حتى يرى الإمام إذا كان الإمام خارج على المسجد. أما إذا كان الإمام في المسجد كان يأتي مثلا ليتسنن أو ليقرأ أو ما إلى ذلك من أحوال المتعبدين في المساجد، ففي هذه الحال فيه ما ذكر الفقهاء من الأقوال التي تقدمت، وأقرب تلك الأقوال أنه يقوم في وقت يتمكن فيه من إتمام الصف و تكميل استوائه لأجل ألا يعيق المصلين، ولأجل ألا يؤخر الإمام في تسوية الصف. فليس ثمة وقت بعينه يجب عليه أو يشرع له أن يقوم، بل يقوم في الوقت الذي يتسع لتسوية الصفوف. بعض المصلين إذا أقيمت الصلاة يعني يستمر في القراءة وحتى ينتهي من إما من حزبه أو يمضي وقت والإمام يسوي صفوفه وجالس في طرف الصف أو أحيانا وراء الإمام ويقرأ، هذا ليس سائغا، لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. والسبب أنهم إذا رأوا خلاص حضرت الصلاة التي دعوا من أجلها والتي جاءوا من أجلها، فيقوم لأجل أن يتهيأ لها، سواء كان ذلك في أول إقامة أو كان في أوسطها أو كان في آخرها، وهذا إذا كان يرى الإمام. أما إذا كان الإمام موجودا في المسجد من الأصل، فهنا يقوم بالوقت الذي يتمكن فيه من تسوية الصفوف.